في البحيرة شهد معرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض بدمنهور إقبالا كبيرا من المواطنين. يضم المعرض 26 جناحا للمواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم والخضروات والأسماك لتوفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50%. أسعار نزلت بنسبة من 20 لـ25% عن يعني وتضاهي أسعار السنة اللي فاتت. كلنا شايفين الأسعار اللي موجودة، كلنا شايفين الجهد الداخلية عاملاه والقوات المسلحة عاملاه، كلنا شايفين شركات القوات المسلحة بتشارك في قلب المعرض، شايفين مجهود الغرفة التجارية معانا في ضبط الأسعار هي ومديرية التموين وتواجدهم على الأرض، وشايفين الأسعار في متناول الجميع. الأسعار في متناول الجميع. المستهدف المعرض تحقيق أقصى استفادة للمواطن من خلال النزول بالسعر أدنى قيمة ممكن يتم تحقيقها للمواطنين، وده بمشاركة الغرفة التجارية ومحافظة البحيرة وجهاز تنمية المشروعات ومديرية التموين. كل الأجهزة على أرض محافظة البحيرة متساندة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من خلال نزول بأدنى سعر يمكن الاستفادة به المواطن بمختلف المجالات والأنشطة. يعني معرض أهل رمضان السنة دي في محافظة البحيرة الحمد لله موفرين كميات كبيرة جدا من السلع الأساسية، السكر، الزيت، الرز بأسعار تتراوح من 8 جنيه ل 10 جنيه، يعني السكر كله النهاردة ب 8 جنيه، الرز ب 8 جنيه، سلع كتيرة جدا، أطنان الحمد لله مكفيين الاستهلاك بتخفيضات تتراوح من 10 إلى 30%، وكميات كبيرة جدا وهيفضل إن شاء الله مستمر طول فترة شهر رمضان إن شاء الله. المعرض السنة دي طبعا بيتميز إن عندنا نسب خصم من 25 لـ30%، وزي ما حضراتكم شايفين نسب الإقبال من الناس على الشراء نسب الإقبال كويسة جدا.